صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العاج إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يفا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين وعلى امتداد الوطن السليب. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية. الله صباحكم مستمعين ومشاهدين أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني خالد نجاس، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريان، ومن المتابعة والتنسيق سحر حنني، ومني لكم في الإعداد والتقديم هديل أبو زيني أطيب التحيات. وللتذكير تتابعون على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشرة. لنبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 شبان واعتقال 4 قرب بلدة صرا قضاء نابلس. والحركة الأسيرة تدعو لتنظيم وقفات إسناد الثلاثاء المقبل.
وللأسبوع العاشر على التوالي الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو. وحراك المعلمين الموحد مستمرون في إضرابنا لعدم تحقيق أي من مطالبنا العادلة، وتستمر الفعاليات المعلنة دون تغيير. ونقابة العاملين في جامعة بيرزيت تؤكد استمرارها في إجراءاتها النقابية وعدم تسليم علامات الطلبة للإدارة حتى يتم الموافقة على مبادرة الحل المطروحة بشكل كامل وواضح. وفي ملفنا نتابع وادقانا على طريق التهويد، والاحتلال يغلق طريقها للأسبوع الرابع على التوالي. والاحتلال يعتقل شابا بزعم وضعه عبوة ناسفة بحافلة للمستوطنين. إلى التفاصيل. أعلن جيش الاحتلال أنه اغتال 3 مقاومين واعتقل 4 قرب حاجز سرة غرب مدينة نابلس. وقال جيش الاحتلال أن مقاومين أطلقوا النار الليلة الماضية نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت، حيث قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بإطلاق النار صوب المقاومين وتمكنت من قتل 3 منهم خلال تبادل لإطلاق نار. ونشر إعلام الاحتلال صورة للمركبة التي كان يستقلها الشبان وكذلك الأسلحة التي كانت بحوزتهم. وسماعات المساجد في هذه اللحظة تنعى الشهداء وتعلن الحداد والإضراب الشامل في مدينة نابلس. ولننتقل إلى ملفنا الأول لهذا اليوم، مختارات من الصحف العبرية. وللمزيد حول ذلك انضم إلينا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ. يسعد صباحك وأهلا بك. أسعد الله صباحك ولكافة السادة المستمعين والمشاهدين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. تحياتي لك. يعني نبدأ بأولى ملفاتنا لهذا اليوم وأبرز ما جاء في الصحافة العبرية لهذا اليوم. نبدأ بما ورد على صحيفة معاريف العبرية، ارتقاء 3 شبان واعتقال 4 خلال الاشتباك المسلح الذي وقع مع جنود الاحتلال قرب حاجز سرة غرب نابلس. إسرائيل هيوم التظاهرات ضد الانقلاب القضائي تستمر للأسبوع العاشر وانضمام قيادات شرطة سابقين لها. يدعو تحرنوت مسؤول كبير يصف نتنياهو بالخائف المرتعد الأطراف ويبحث عن حل لنجاته بأي ثمن. هارتس تهديد المستشارة القضائية للحكومة يكشف الوجه المظلم لهذه الحكومة. يفيد نعمان إسرائيل على حافة انهيار اقتصادي وارتفاع رقعة الفقر بسبب الأوضاع التشريعية. الأسبوع العاشر من التظاهرات وحصار المدن يؤثر على الحياة الاقتصادية. هامودية مدننا محاصرة من الداخل واستمرار التظاهرات تضر بالبنية المجتمعية. القناة 12 أكثر من 280 ألف متظاهر خرجوا ضد الانقلاب القضائي من قبل حكومة نتنياهو في جميع المدن. أيضا شرخ كبير بحسب القناة 11 في صفوف المستويات المختلفة بسبب هذه التظاهرات، وبن غفير يهدد شبتي القائد العام للشرطة. هي البث الإسرائيلية في آخر خبر تأجيل الابتلاء على أرض جديدة إفيتار وإخلاء الخان الأحمر لما بعد رمضان بحسب ما قرر نتنياهو.
نعم، يعني أستاذ إبراهيم، في ضوء ما حدث فجر هذا اليوم، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال، وأعلن جيش الاحتلال خلال إعلامه بأن هناك اغتيال لثلاثة مقاومين من كتيبة عرين الأسود وأيضا اعتقال رابعهم، يعني فرض هذا التعتم وهذا يعني على الأخبار، يعني جرت هذه العملية بدون أي معلومات، بدون أي إلى الآن تفاصيل أو نشر بالإعلام الفلسطيني، يعني هل هذه مقدمة جرائم سيكون يعني ستكون بشكل يومي على شبان الفلسطينيين؟ طبعا نحن نتحدث ان وسائل الاعلام العبريه العديده تناولت هذا الخبر، حيث افادت وكاله الانباء العبريه 0404 بقولها: مسلحون اطلقوا النار خلال الليله الفائته على جنود من وحده سياره جولاني في نقطه عسكريه اسرائيليه على مفترق قريب من قرية جيت شمال الضفة الغربية، وقوات سيارة جولاني ردوا بإطلاق النار على ثلاثة من مطلقي النار وأصيبوا بجروح، ورابع تم اعتقاله. والجنود صادروا ثلاث قطع من نوع M16 ومسدس وباغة رصاص كانت بحوزة المجموعة المسلحة. المسلح الذي اعتقل تم تحويله إلى التحقيق. طبعا أيضا تناولت عدة وسائل أخرى هذا الخبر، كما قال المراسل العسكري لإذاعة الجيش دورون كادوش: في كمين محكم، قتل الجيش الإسرائيلي الليلة ثلاثة مسلحين في منطقة عرين الأسود واعتقال الرابع الذين قاموا بتنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفترق إسرائيل. أيضا هناك وسائل إعلام أخرى تناولت هذا الخبر، كما أفدنا في ما ورد في الصحف العبرية عن معريض، ووكالة أخرى تناولت هذا الحدث. واللافت للموضوع أن الاحتلال بدأ وكأنه سياسة متبعة، يفتتح الأسبوع بمجزرة جديدة يوم الأحد أو الاثنين، يعني هذا ما درج في الآونة الأخيرة من افتتاح الأسبوع، وكأنه تصدير أزمة داخلية لصرف النظر عما يدور في الكيان من احتجاجات وتظاهرات وصفت بالتهديد القومي وأنها على حافة الانفجار وستؤدي إلى تغيير شامل، مما يعني أن هناك ضوء أخضر للجيش لكي يغتال حتى لا يعتقل في العام الأغلب ويزيد من عدد الضحايا ليلفت النظر للمجتمع الإسرائيلي بالدماء الفلسطينية. نعم، إذن اسمح لي إلى هنا وشكرك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ إبراهيم الشيخ المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. إذن وبحسب ما أكدت المصادر العبرية، ارتقاء ثلاثة شبان واعتقال رابع خلال الاشتباك المسلح الذي وقع مع جنود الاحتلال قرب حاجز صر غرب مدينة نابلس صباح هذا اليوم. وأيضا ما وصلنا في هذه اللحظة أن قوات الاحتلال تنتشر بكثافة وتفرض طوقا على مكان اغتيال ثلاثة مقاتلين قرب مفرق قرية صر جنوب غرب نابلس. وفي ملفنا الثاني لهذا اليوم نتابع: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريق وادي قانا قرب بلدة دارستيا شمال غرب مدينة سلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق وانتشرت بكثافة في المنطقة، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة. وللمزيد حول ذلك ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ رائد حمدان، أمين سر حركة فتح في دارستيا. يسعد صباحك وأهلا بك. صباح الخير. صباح الخير أختي. صباح الخير تلفزيون الوطن. تحياتي لك. يعني سيد رائد، بالبداية لنبدأ، يعني هل إلى الآن ما زال هذا الطريق مغلق؟ يعني وأيضا ماذا عن حجة الإغلاق كانت؟ أول شيء صباح الخير لأمهات الشهداء، صباح الخير لأسران البواسل، صباح الخير للجرحى والثكلى، صباح معطر برائحة الليمون وأشجار الزيتون من واد قانا. أختي لا، هي عمليا بغل قوات كان بس يوم الجمعة بحجة الأزمة الخانقة اللي بتكون للفلسطينيين، هيك هم حجتهم توفير الحماية للمستوطنين، هذه الحجة الكبرى اللي عندهم، وهذه تعتبر يعني خطوة أولى، الله أعلم شو القصد منها لاحقا. يعني نعم، يعني فقط الإغلاق يتم في يوم الجمعة، يعني ما يعني ساعات الإغلاق، هل من الصباح حتى ينتهي مساء يوم الجمعة أم ماذا؟ من الصباح حتى المساء. نعم، يوم كامل، يعني يوم الجمعة كامل، هي يوم الجمعة الثالثة
على التوالي بيغرقوا الواد بالكامل، ممنوع دخول الفلسطينيين للواد كانا. نعم. حتى بعرف دخول المزارعين أصحاب الأراضي أصحاب المواشي اللي بيكون عندهم التزامات داخل الواد، في ناس ساكنين داخل الواد. نعم. يعني سيد رائد، لنضع المستمعين والمشاهدين في صورة حول هذا الواد، يعني الأرض المصنفة بهذا يعني الطريق، تحدثنا قليلا عن المنطقة، يعني المنطقة مليئة بالمزارعين يعني الذين يعني يعتمدون على قوت يومهم من خلال هذه الأراضي. واد كان مملوك لأراضي دارسة محافظة سلفية، تقريبا المنطقة المستفاد منها من وقت كان تبلغ مساحتها تقريبا 10,000 دلم، مزروعة طبعا مئات الدلمات بالحمضيات واللوزيات والزيتون والخضروات. وقت كان سلة غذائية للعديد من الأسر الفلسطينية، ينزرع فيها الزهرة وينزرع فيها الحمص في موسم الحمص الملوخية، كل الأمور هاي المزروعات الشتوية يعني. نعم. يعني ما المستوطنات التي تحيط بها أيضا؟ وقد كان يسكن في مئات السكان من أهالي ديرستيا، ولكن تعدد المستوطنات المحاطة بواد كانا ومن كل الاتجاهات، يعني مستوطنات تقريبا من 6 إلى 7 مستوطنات تحيط بجبال واد كانا، فهذا الحكي أثر على وجود المزارع الفلسطيني. أصحاب المواشي بطلوا يعرفوا وين يسرحوا أو يرعوا مواشيهم. حتى الأمن والأمان فقط في واد كانا، الكثير من الناس صار يعني يحبذ يبات في ديرستيا أحسن ما يكون موجود في الليل في واد كانا، لأنه وجود المستوطنين وقوات الاحتلال باستمرار في الواد ليلا نهارا. يعني هل يدور هناك أي اشتباكات أي اعتداءات من قبل جيش الاحتلال على المواطنين؟ اشتباكات قليل ما بصير في حال إغلاق الواد. إحنا طبعا بننزل أهالي الواد وأهالي ديرستيا والمحافظة بنزوا طبعا لفك الحصار على الواد كانا، بس بيواجهونا بالإغلاق اللي هو قوات الاحتلال، بتكون مغلقة المدخل وتمنع حدا من الدخول. إحنا من في امبارح كان مثلا وزير الجدار الأخ مؤيد شعبان والأخ عبد الستار عواد أمين سر في المحافظة بالتنسيق مع شبيبة القدس المفتوحة، كان مئات الشباب والشابات نزلوا لواد كانا لفك الحصار على واد كانا وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وإثبات هوية الواد الحقيقية، الهوية الفلسطينية. نعم. يعني هذا الإغلاق عندما يستمر بشكل يعني مستمر ومتتالي من أسبوع إلى آخر يعني يشكل خطر كبير، وأيضا هي خطوة يعني لمنع المزارعين والمواطنين وأيضا المتنزهين من دخول الواد، وبالتالي هجرة الواد وإعطاء المجال للمستوطنين أن يعيثوا فسادا وخرابا كما يشاءون. يعني هل هذا فعلا إغلاق الطريق هي مقدمة للاستيلاء على هذه المنطقة؟ وأيضا كانت يعني كان قد أعلن الاحتلال أن هذا الواد هي منطقة محمية منذ سنوات طويلة. صحيح، هم بيحكوا انها محمية طبيعية، طبعا بيمنعوا اصحاب الاراضي من التغيير في اراضيهم باي شيء كان، يعني ممنوع تحط شيك على ارضك، ممنوع تعدل التلسال اذا 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 خرب، ممنوع في بعض في عندنا في واد كانا تقريبا 4 بيوت مبنية بالاسمنت قبل عام 67، ممنوع تعمل اي تغيير او تعمل او اي ترميم لهذه المساكن. وقد كان يؤم العديد من المتنزهين الفلسطينيين من اقصى الشمال اقصى الجنوب في الضفه من الضفه الغربيه. اليوم وقد كان صار في خوف، صار في رعب من الاغلاق، بيحاولوا يقطعوا رجل المواطن الفلسطيني من الدخول الى واد كانا، وتعزيز دخول المواطن الاسرائيلي والمستوطن المدجج بالسلاح. هذا كل ما يسعى له الاحتلال، تثبيت او يعني ابعاد المواطن الفلسطيني والتسهيل للمستوطن للدخول الى واد كانا. نعم. يعني اخي رائد، عند الذكر يعني هل يوجد هناك بشكل يومي جنود لقوات الاحتلال في هذه المنطقه ام ماذا فقط يتواجدون في يوم؟ بشكل يومي ومستمر. نعم. بشكل يومي ومستمر، الاحتلال موجود في واد كانا بشكل يومي ومستمر. نعم. دوريات تدخل بتطلع على الواد،
نعم، يعني عندما نتحدث عن استمرار وجود جنود الاحتلال في هذا الطريق أو في هذه الأراضي، وأيضا مع عشرات المواطنين والمزارعين الذين يتوافدون يوميا إلى أراضيهم، يعني تبرز لنا يعني المعاناة التي يعانيها أصحاب هذه المناطق، وأيضا هل هناك حصيلة لعدد المواطنين أو المزارعين بالأخص من يتوافدون يوميا لهذه المنطقة؟ يوميا في تقريبا لا يقل عن 50 مزارع من أهل البلد في لهم مزروعات في واد كانا بنزلوا على الواد بشكل مستمر بشكل يومي، وفي البعض منهم بينام في واد كانا لأنه في عندهم مواشي وفي عندهم بيارات وفي عندهم مزروعات. فالمواطنين موجودين في واد كانا باستمرار برضو مع كل المنغصات الموجودة من جيش الاحتلال ومستوطنيه والمستوطنات التي تحيط واد كانا. نعم، يعني نتحدث عن إغلاق الطريق أمام المتنزهين وأمام أيضا المزارعين، يعني ما المطلوب اليوم من المواطنين من الجهات المسؤولة من المختصين من أجل صد هذا العدوان؟ مطلوب من المواطنين، مطلوب من الجهات المسؤولة اللي هي تعزيز صمود المواطنين والمزارعين في واد كانا. أنا بناشد كل المسؤولين من أعلى الهرم عندنا في فلسطين، تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في واد كانا، تعزيز الثبات، تقديم كل الدعم والمثبتات للمواطن الفلسطيني للمحافظة على الأرض والمحافظة على الوجود والمحافظة على الهوية الفلسطينية في واد كانا. نعم، يعني عندما نتحدث عن توافد 50 مزارع يوميا إلى هذه المناطق، هذول المزارعين يعني بس نعم فقط المزارعين بكثير، ديري بالك، يعني احنا وصل عندنا تقريبا 3-4 آلاف سائح او متنزه يومي يدخلوا لواد كانا فلسطينيين. نعم، يعني عندما يتواجد جنود الاحتلال بشكل يومي على هذا الطريق أو في هذه المنطقة، يعني بالتأكيد أصبح هناك خلل في الاقتصاد لهذه المنطقة وأيضا إنعاش الحياة السياحية فيها، يعني ما الفارق؟ صار الفارق كبير طبعا، يعني المزارعين بطلوا يعرفوا يسوقوا حمضياتهم، بطلوا يقدروا يوصلوا أراضيهم بشكل سهل، صار في خوف أكثر. كل هذه معوقات تعيق المزارع الفلسطيني، تعيق أهل ديرستيا وبتعيق الزوار لواد كانا. يعني كان يجينا من الخليل ومن بيت لحم، وكان يجينا من جنين، وكان يجينا من رام الله ومن أريحة، من كل المحافظات الوطن كانوا يتوافدوا بشكل عائلي لواد كانا. نعم، يعني أخي رياض، عندما نتحدث عن منطقة سلفيت، عن ديرستيا، عن أيضا واد قانا لهذا اليوم، يعني نعلم أنها ضمن البؤرة الاستيطانية التي يسمى الاحتلال بأنها استيطانية ويسعى أيضا للسيطرة عليها، وهناك أيضا يعني هي في مطامع الاحتلال، يعني ما أبرز المشكلات والتحديات التي يعانيها أصحاب هذه المنطقة بشكل كامل من الاحتلال؟ محافظة سلفيت بشكل عام مكتظة بالمستوطنات للأسف الشديد، فيها مستوطنة رأيل ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية. نعم. في العديد من المستوطنات المقامة على أراضي محافظة سلفيت. في عندنا بؤر استيطانية جديدة بيفتحوها الإسرائيليين عمالهم وبقدموا الدعم الكامل للمستوطن، مش بس لإنشاء البؤرة ولقتل المواطن الفلسطيني. قبل شهر أو أقل كان عندنا في شهيد من قرابة بني حسان، في مستوطنين بشكل في بؤرة استيطانية وبدعم كامل من جيش الاحتلال ومن جنود المدججين بالسلاح في منطقة اسمها خلد حسان بين كراوة وبدية وديرستيا. وفي كمان بؤرة استيطانية عمالهم برضو مقدمين الدعم الكامل للمستوطنين اللي هي في منطقة الراس في مدينة سلفيت. وفي توسيع لمستوطنة رفافة وشبكة بمستوطنة نطافيم. المخطط الاستيطاني بتوسع بشكل كبير عندنا بالمحافظة، لازم الاهتمام أكثر في محافظة سلفيت، لازم لفت الأنظار أكثر لمحافظة سلفيت، لازم تعزيز صمود المواطن الفلسطيني أكثر في محافظة سلفيت. نعم، إذا اسمح لي إلى هنا أود شكرك أستاذ رائد حمدان، أمين سر حركة فتح في ديرستيا، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. شكرا، تحياتي لك. شكرا. The cat sat on the mat.
إذن تجددت التظاهرات الحشدة في عدة مناطق في دولة الاحتلال ضد حكومة نتنياهو للأسبوع العاشر على التوالي، وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء. وأكد حراك المعلمين على الإضراب المفتوح مع التوجه للمدارس مطالبا جميع المعلمين والمعلمات بالمغادرة فور إثبات الحضور ودون إعطاء أي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيه. ودعا حراك المعلمين جميع المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والعشائر وكافة فئات شعبنا في بيان وصل وكالة وطن إلى الاعتصام المركزي يوم الاثنين للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها بما فيها طريقة الخصم النازية حسب تعبير البيان. وارتف البيان لعدم المراقبة على امتحان التوظيف في كافة المحافظات ومقاطعة امتحان الثانوية العامة وكافة الإجراءات. وللمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي زميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة. يسعد صباحك وأهلا بك. تحياتي لكم، صباح الخير. تحياتي لك. يعني سيد أمين، هل يوجد تفاصيل متوفرة في ضوء التعتم الذي فرضته الاحتلال في ضوء ما جرى صباح هذا اليوم على حاجز صرة؟ يعني مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال، ويعلن أيضا عن اغتيال 3 من كتيبة عرين الأسود واعتقال رابعهم. ما المعلومات المتوفرة المؤكدة لديكم؟ حتى اللحظة هناك حالة من الضبابية حول هوية الشهداء الثلاثة التي أعلن عنها الاحتلال أنه تم تصفيتهم بالقرب من مدخل مدينة نابلس الغربي على حاري صرة على الطريق بين نابلس وقلقيلية. هناك تداول كثير على منصات التواصل لبعض الأسماء، ولكن هذا الكلام لم يتم إعلانه رسمي من أي جهة فلسطينية رسميا. ولكن يمكن الحسم أن الاحتلال أطلق النار على مركبة في ساعة مبكرة من الفجر قريب الساعة 3:30 فجرا، وبعد ساعة من الآن من الحدث الاحتلال أعلن أنه تم تحديد 3 من ركاب السيارة واعتقال الرابع. وبعد ذلك بدأت تتسرب بعض الأسماء وبعض المعلومات، ولكن من أي ليست من مصادر رسمية فلسطينية. هنا في نابلس كما تسمعين الآن شبكة الأذان الموحد تتلو آيات من القرآن الكريم حدادا على أرواح الشهداء. تم نعي الشهداء دون ذكر أسماء على هذه الشبكة، وبالتالي بدأت كثير من المحلات التجارية تغلق أبوابها خاصة في البلدة القديمة من المدينة. حالة من الضبابية تسود البلدة القديمة حيث تسربت أنباء الأسماء إلى بعض العائلات، وبالتالي هناك تجمهرات من المواطنين، ولكن الأهالي يقولون أنهم ليس لديهم أي معلومات، وبالتالي هناك حالة من الإرباك في منازل ممن تم تواتر أسمائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. يقول الأهالي أنهم ليس لديهم أي معلومات، وإنما وصلهم معلومات من منصات التواصل الاجتماعي حول هوية الأشخاص الثلاثة الذين قيل أنهم تم تصفيتهم في بالقرب من حاجز صرة. نعم، يعني إذن ماذا عن حاجز صرة؟ يعني حتى الساعة 8:10 كان هناك الحاجز مفتوح أمام حركة المواطنين، لكن الآن بعض المصادر أعلنت أن هناك انتشار كثيف لجنود الاحتلال، يعني هل إلى الآن ما زال مفتوحا أم ماذا؟ طبعا ليس فقط حاجز صرة، الآن أغلب حواري نابلس من الجهة الجنوبية والجهة الشمالية والغربية بدأت عليها قيود حركة بشكل كبير. حادث حوارة قبل ربع ساعة من الآن تم بشكل مفاجئ إيقاف المركبات الخارجة من نابلس وتطفيف هويات الخارجين، وأيضا حادث دير شرف بالقرب من دير شرف، أيضا كان هناك حادث احتلال بدأ أيضا يفتش في المركبات، وهناك أيضا حادث صرة رغم أنه انتهت العملية أو على الأقل الحدث له أكثر من 3:30 من وقوعه، لكن هناك تشويش في حركة الخروج وحذر حتى من المواطنين من الاقتراب. هناك دوريات احتلال متواردة وجنود بالقرب من السيارة التي تم استهدافها، ولكن الحركة حذرة وضعيفة جدا على هذا الحاجز. نعم، لننتقل إلى بقية مدن الضفة لهذا اليوم. يعني كيف تبدو الحالة الميدانية الآن لتجمل لنا حصيلة الاعتقالات والمداهمات أيضا إن وجدت؟ نعم، حتى اللحظة لم يتم رصد أي من حالات الاعتقال بالضفة الغربية، ولكن رصدت في الليلة الماضية عدة أحداث كان من ضمنها حادث سيارة بالقرب من حادث الحمراء طريق نابلس الأغوار، ولكن لفترة من الوقت كان هناك أيضا استهداف
لبعض نقاط الاحتلال في جرديم وغيرها من قبل المقاومين، ومن ضمنه أيضا حادث حوار هذا قبل منتصف الليل الماضية بقليل. وكان هناك أيضا تواجد احتلالي في منطقة المربعة على طريق تل نابلس وعلى منطقة أيضا بيت لحم الخليل. كان هناك أيضا انتشار بدوريات ولكن دون إغلاقات، ولكن حواجز طارئة تقوم بتفتيش بعض السيارات بشكل مفاجئ. في جنين كان هناك انتشار احتلالي بالقرب من حاجز الزلمة، ولكن لم تسجل فيها أي من علاجات الاقتحام. نعم، ننتقل أخيرا إلى القضايا التي لاقت اهتماما من قبل الشارع الفلسطيني مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهم موضوع له حصة كبيرة هو حالة الضبابية المتعلقة بسير العملية التعليمية. هناك دعوات متضاربة من نقابة المعلمين لاستئناف الدراسة، وأيضا مؤسسات رسمية وبلديات ومجالس قروية ومخاتير كلهم أعلنوا عن دعوة الناس للعودة للتعليم. بالمقابل الحراك الموحد للمعلمين أعلن أنه لا استئناف واستمرار عمليات التشويش في العملية التعليمية، وبالتالي هذا أحدث نوع من التباين في الشارع الفلسطيني حول كيف ستكون اليوم العملية التعليمية بين داعي للاستئناف وبين داعي للإضراب. نعم، إذن اسمح لي إلى هنا وشكرك الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا لك. إذن ما يصلنا الآن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد 3 مواطنين لم تعلن عن أسمائهم بعد عقب إطلاق الاحتلال النار عليهم قرب مدينة نابلس. والاحتلال ينقل المركبة التي ارتقى فيها شبان من موقع استهدافهم إلى حاجز صرة قرب غرب نابلس القريب من مكان اغتيالهم. أيضا وأعلن في مدينة نابلس قبل قليل الحداد العام على الشهداء 3 الذين ارتقوا برصاص الاحتلال فجر اليوم، ونعت مكبرات الصوت في مساجد المدينة الشهداء 3 معلنة الحداد العام في المدينة. وفي ملف المعلمين لهذا اليوم، الحكومة تدعو المعلمين عبر مكبرات المساجد للعودة للدوام بالمدارس، وحراك المعلمين يؤكد استمرار الإضراب. لنستمع. لا يعقل أن يكون معلما خدم ورب أبناءنا بل وأبناء أبنائنا وتجاوز عمره 60 وراتبه لا يكاد يكفي لقوت يومه، ثم تأتي حكومة ظالمة تخصم المخصوم وتجزئ المجزأ، ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، أهذا عدل؟ لا والله، بل هو قمة الظلم. في الوقت الذي هنالك موظفون يأخذون الرواتب العالية وبنوا الفلل والعمارات وركبوا المركبات والسيارات، هذا ليس بعدل. العدل أن تساوي بين جميع الناس، إذا حدث فقر أو ظلم أو احتجاج أموال حتى يكون الناس سواسية. أما أن نجد معلما يبحث عن عمل لا يليق بمقامه في المحلات أو سائقا للسيارات أو يعمل هنا وهناك، آلمني خبر يطلب فيه صاحب محل عاملا واشترط أن يكون معلما، والله إن هذا قمة الظلم في هذه البلاد التي نسعى فيها إلى من يهود، فكيف إذا كان من أبناء جلدتنا؟ نتائج الحوار والاتفاقيات التي تم إبرامها مع الحكومة
المساجد بتنادي على المعلمين يداوموا العودة إلى انتظام التعليم، وذلك اعتبارا من صباح يوم غد الأحد 12/3/2023، كما ندعو أهالي الطلبة الكرام إرسال أبنائهم وبناتهم إلى مدارسهم لاستئناف مسيرتهم التعليمية الطبيعية. إذا وفي هذا الموضوع أكد حراك المعلمين أنه لا يوجد الحراك أي ممثلين في الميدان، معتبرا أن مجلس وجلس ويجلس مع المعلمين مع أي مسؤول لا يمثل إلا نفسه. وأضاف أيضا البيان الذي وصل وكالة وطن للأنباء نسخة منه عن استمرار الإضراب والاعتصامات كما أعلن عنه في بيانه الأخير، وجاء في هذا البيان أنه ما يتم إعلانه عبر سماعات المساجد في بعض المحافظات وما يتم تداوله عبر صفحات الوطن صفحات مديريات المدارس والمدارس يمثل رؤية اتحاد المعلمين والحكومة ولا يعبر عن توجهات الحراك والمعلمين المضربين معه. وفي هذه الأثناء قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين، وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت القناصة على أسطح المحال التجارية وشنت حملات تمشيط وتفتيش في أحيائها دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات أو اعتقالات. ولليوم 27 يواصل أسرى في سجون الاحتلال تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجا على تطبيق الإجراءات التنكلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إتمار بن كفير، وأولها التحكم في كمية المياه وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستخدام في الأقسام الجديدة في نفحة وجلبوع. وكانت إدارة السجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنة. وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها حتى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام. كما صادرت قوات الاحتلال جرافة في بلدة قرا وبني حسان غرب سلفيت، وبحسب مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن كرم راضي من البلدة خلال قيامه باستصلاح أراضي زراعية في الجهة الغربية من البلدة. وأيضا من سلسلة الاقتحامات اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وننتقل أخيرا إلى حالة الطقس لهذا اليوم، بحيث توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. وهذه الليلة يكون الجو صافيا بوجه عام وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والاثنين يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم في الإعداد والتقديم هديل أبو زينة، ومن الإخراج التلفزيوني خالد نجاس، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريان، ومن المتابعة والتنسيق سحر حناني. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد، صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب، صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن، صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين، صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم، صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء، صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن، صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب، الجنيدي إلنا كلنا، هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الأردن وجهتك المثالية لتلقي أفضل الخدمات والرعاية الصحية بمعايير عالمية.